زمان قوي قوي كان عندي على ما اتذكر، على ما اتذكر يا 10 يا 11 سنه، وجبت كتاب للكاتب الراحل استاذ انيس منصور، وكان هذا الكتاب من ضمن ما يحوي قصه حسن الصباح اللي هو اسس الطائفه دي اللي هي طائفه الحشاشين. فهمتوني انا هتكلم على ايه؟ ومن ساعتها اصبح في عندي حاله من حالات الانبهار، مش بحسن الصباح لكن بالحدوته وبعقل هذا الرجل اللي عمل غسيل مخ مرعب ومخيف لعدد من البشر. غسيل مخ وتدريبات، حدوتة غريبة جدا وحدوتة مثيرة جدا للخيال. وبعدين تقعد تفكر ايه علاقة حسن الصباح بعمر الخيال وكيف يجتمع الضدان، يعني رجل قاتل ورجل شاعر ومبدع ورومانس، يعني شيء غريب جدا. ومن وقتها فعلا كان عندي حد، انا اتذكر كويس ان انا اشتريت الكتاب ده وكنا في الصيف وكنا ساعتها في المعمورة، وانا كنت عيل يشبط في الكتب جدا يعني، والحقيقة ما كنتش باخد فرصتي في ان انا اشبط، لانه لا اتذكر ابدا ان امي ربنا يديها الصحة منعتني من شراء كتاب خالص، ولا فصلتني يعني مثلا الكتاب بكذا. الحقيقة ما كانتش تناقش، واحنا ما احناش ناس اغنية يعني، احنا ولاد موظفين يعني زي ما بيتقال، امي كاتبة. كنت اقعد اقرا كتير جدا من ساعه بقى ما قريت الكتاب بتاع الاستاذ أنيس منصور، واللي كان من ضمن حكاويل كتيره جدا حدوته صغيره جدا على حسن الصباح ما تكملش صفحه. وقعدت اقرا بقى في القصه دي كتير جدا وادور على كل المصادر اللي ممكن الواحد يقرا عنها، لحد ما لقيت المتحده تعلن عن مسلسل الحشاشين، وبدأت أشوف اللقطات السريعة اللي هي التيزرز، عارف الحاجات اللي هي إيه؟ تشجعك أيوه هي اللقطة، الله. وبعدين أقعد أقرأ الأخبار، لا ده راحوا سافروا وصوروا في المكان الفلاني، ولازم كان يتم الاختيار المواقع بمنتهى العناية. أنا من الناس اللي مش بس بحب الحقيقة كريم عبد العزيز، أنا من الناس اللي منحازة طول الوقت بصرف أي كريم عبد العزيز حلو، اي حد هيكتب نقد في انا بالنسبه لي ما شفتش، انا هو كريم حلو، انا بحب كريم فعلا مش هزار، ممكن يبقى انحياز ان احنا اولاد نفس الجيل وارد الى اخره، بس الحشاشين ده انا بشوفه واحد مش بس من اجمل المسلسلات اللي احنا هنشوفها، انا بشوف ان الحشاشين ده خصوصا بعد البرومو احنا بنتكلم على عمل دون اي مبالغه، دون اي مبالغه ده عمل بمستوى عالمي، عالمي زي المسلسلات اللي كنا بنشوفها في بقى افلام مش عارف من بلاد بره، لا ده على المنصات، وكنا نقعد نقول يا سلام لما في يوم من الايام احنا نعمل حاجه بهذا الحجم وبهذه الدقه وبهذه الجوده، ويبقى الناس للدرجه دي قاعده شغاله على تفاصيل التفاصيل. جزء كبير جدا بالمناسبة من العمل السينمائي أو العمل الدرامي هو ديكوراته، إنه الديكورات دي مجهود مذهل وفن وتاريخ وبحث. معايا على التليفون أحمد فايز، مهندس ومصمم ديكورات مسلسل الحشاشين. أهلا بيك يا أحمد. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ كله تمام؟ انا لما اقول مهندس ومصمم ديكورات مسلسل الحشاشين انا كده بقول مظبوط ولا انا بفتي؟ لا مظبوط بجد. هي كمان بيبقى معاها اختيار لوكيشن، عشان هي شغلانه اسمها برودكشن ديزاينر. حلو جدا. مش مجرد برودكشن ديزاينر، يعني مصمم الانتاج، مصمم المنتج. الله، احكي لي على عملته ايه علشان اشوف الصوره اللي انا شايفها قدامي بمواقعها بديكوراتها اللي انا شايفه ده. والله بالنسبه لسنرجي وشركه سنرجي المتحده يعني ما بخلوش علينا في اي حاجه. احنا عملنا مدينه اصفهان، وعملنا القلعه بتاعت الموت، وكمان القصور وحاجات كتير في الداخلي، كانت معظمها بنا بسكيل كبير قوي بيوصل للارتفاعات ل 16 متر، ومدينه اصفهان مبنيه على حوالي 12000 متر،
والقلعه مبنيه على 9000 متر، فاصلا 16 متر ارتفاع ده بيبقى في الديكور يعني ده رقم كبير، حتى طبعا بره ما بيوصلوش سكاي ده عشان الجرافيك بيكمل عليهم، لان يعني احنا هنا الجرافيك برضو بيبقى مظلوم معانا لان بيبقى وقته ضيق جدا، مش في امكانيات اللي بره، احنا بنحاول نغطيه على قد ما بنقدر يعني. هي كانت الفكره في الحشاشين ان الريفرنس بتاعه صعب يعني مش متاح، لان كان حصل بعديه المغول دخلوا بغداد حرقوا معظم الكتب اللي هي ممكن توصل لنا معلومات. صح. فالحاجات فيها تضارب كتير في الفتره الزمنيه، كانت لازم نذاكر من قبل ومن بعد شويه، يعني لازم اوصل ل 1200 هجريا وارجع لحد 800 قصدي ميلاديا وارجع لحد 800 ميلاديا، عشان اقدر اطلع منهم كل المعلومات اللي بتكلمني في الحته اللي انا فيها دي، لان الحته كمان كانت كلها حروب ومحدش قادر يوصل فيها معلومات، والمستشرقين اللي الناس دايما بتعتمد على صورهم للاسف جم في 1700 يعني بعد الناس دي بكتير. بعدهم بحوالي 5 قرون. بالظبط، بس هم كان فيهم ميزه واحده بس بنحاول احنا بس ناخد منها حاجات، ان هم كانوا بيرسموا الاماكن الاثريه في وقتهم، يعني هم بيروحوا في الشوارع قديمه اوريدي من فاطميين ومن الهند وباكستان والعراق في حتت اصلا قديمه، فممكن تلاقي موتيفات ترجع، بس انت لازم تبقى اصلا تبقى مذاكر الكتب الاول. فكنت برجع لكتب شكلها غريب كده زي قزويني وابن مسعود واسمع هم بيحكوا الشوارع شكلها عامل ازاي، وبيبقى في رسومات لبعض الكتب، في بعض الكتب بتديك تفاصيل صغيره، وبعدين تبتدي تروح تشوف الاثار اللي موجوده لسه في ايران واصفهان والعراق اللي هي موجوده ما زال منها حاجات لحد دلوقتي، وراجع للزمن ده عشان تطلع تفاصيل. وبعدين كانت مهم كمان تذاكر الناس دي بتعيش ازاي، يعني لما بيحب يكتب رساله كان ايه الادوات اللي بتبقى موجوده حواليه، لما يحب الكتاب بيبقى شكله عامل ازاي، السيف بيبقى عامل ازاي، عشان لان كل الحاجات هتتم تصنيعها بكميات كبيره فلازم يبقى التفاصيل باينه. كمان الفكره ان كان عندك شاعر مهم وزي عمر الخيام، فقادر لازم تذاكر كل حاجه فيه وتذاكر الفتره، وعشان كمان تقدر تحط في الخلفيه رسائل، يعني طول الوقت احنا بنكتب حاجات على البيبان تخص حسن وتخص عمر وتخص نظام الملك وتخص ملك شاه وتخص الحدث اللي انت اصلا قايم في وسطيه، بتشاور كل شويه بالكلام بتاع العلماء اللي موجود في عصره، بالموتيفات بالالوان. بس بصراحه يعني احنا خدنا فرصه، انا بعتبر ان اللي هي يعني فضل من عند ربنا وفرصه كويسه قوي من الشركه اللي هي تقدر تعمل ميزانيه زي دي في عمل زي ده. طب يعني من غير الدعم زي ده ما كناش قدرنا نعمل السكيل ده خالص. التحدي اللي كان عندك يا احمد اظنه تحدي مخيف، لانه الحشاشين هي حاله كانت ملهمه لمسلسلات والافلام وانتاجات ضخمه في امريكا وغيرها وما الى ذلك، فانت عندك تحدي مذهل. دي حقيقة، كنت خايف من حاجات كمان، لأن كمان الغرب لما بيجي يطلعنا بيبقى نظرته ضيقة قوي معانا. للأسف طبعا. وبعدين احنا كان في فترة كده زمنية عدت علينا فاتت، يعني احنا متأثرين جدا بجيم اوف ثرون ولورد اوف ذا رينج والحاجات دي، أنا كان لازم أطلع بره السكة دي خالص. صح. يعني كنت حابب طول الوقت تبقى الاصاله العربيه والمنطقه بتاعتنا هي اللي واضحه وضوح الشمس، ما اروحش للمنطقه بتاعت المسلسلات دي خالص. فتطلع بره انبهارك بالاعمال دي او بره انبهارنا احنا كمشاهدين بالاعمال بالزبط. دي عشان تعمل انت المنتج بتاعك. بالظبط بالظبط، خصوصا كمان في جيمز كان بيتكلم زي اساسا جديد والحاجات دي كانت بتتكلم عن اللعبه دي. اقول لحضرتك حاجه برضه من اللي حصلت، انا اساسا جديد ميراج دي لعبه كانت بتتكلم عن في نفس الفترة القريبة مننا، ونزلت بعد ما أنا بنيت المدينة، يعني أنا أصلا كنت باني أصفهان جزء كبير منها وبعدين تم التوقف وبعدين رجعنا السنة دي كملنا تاني. الفكرة كلها لما نزل التريلر بتاع اللعبة وبعد كده نزلت اللعبة، أنا بدأت أشوف اللعبة لأن أشوفها هي يعني إحنا مقلدنا في إيه أو هي شايفتنا في إيه، إن أنا بتصرف بدماغي وعايز أعرف إحنا فين من بعض، مع إن دول إمكانياتهم جبارة. فبقيت من كتر ما احنا كنا مذاكرين بقيت اطلع لهم المغالطات اللي عندهم. انا من ده كان ما كانش بيحصل عندي الاول، يعني كنت ممكن انبهر بسرعه وابقى شايف العوالم اللي بيبنوها، بس فعليا لما بدانا نخش في الموضوع لا احنا في حاجات كتير بتتكرر عندهم، احنا بدانا نذاكر تفاصيل التفاصيل التفاصيل عشان ما نقعش في السكوك دي.
عشان برضه يبقى الاصل احنا، زي ما بيشوهوا حتى لما بيخشوا في الحضاره الفرعونيه وبيخشوا في الحاجات دي، بتحس دايما في تشوه للحاجات صح. بتاعتنا، بيطلعونا بطريقه معينه. انا كنت حابب احط تفاصيلنا قوي في الحته دي. بس انت قلت حتة جملة، قلت والعوالم اللي بيبنوها، دي جملة دالة الى ابعد الحدود. انت كنت بتشتغل بطريقة بناء لعوالم بفلسفتنا باسلوبنا بتحقيقنا التاريخي بالحفاظ على اجزاء كبيرة جدا من تراثنا قدر الاستطاعة، تاريخنا قدر الاستطاعة. بالظبط بالظبط. انت قعدت قد ايه تشتغل على المشروع ده؟ احنا قعدت تحضير وقرايه ورسومات شهرين من اول ما بيتر جه كلمني على المشروع وسينرجي جت كلمتني عنه. فانا كنت فرحان جدا بس في الوقت خايف جدا. قلت له ده شيء مرعب، لاني اول ما جيت بدات اقعد عليه قلت له ده الريفرنس والاماكن بتاعته شحيحه جدا، ده ما فيهوش حاجات تقدر تدعمنا كتير، فعايز بس اقعد اشوف انا هعمل ايه. فخدنا الاول كده تحضير شويه حلوين على الورق، وابتديت اخش بنا. فخد المدينه خدت مني 6 شهور بنا اصفهان، كان بالتوازي معاها القلعه خدت 4 شهور، وبالتوازي معاها البلاتوهات اللي فيها القصور كانت واخده مني حوالي شهرين. فكل حاجه كانت بتاخد وقت كده، بس هي وقت مضغوط، بس كان برضو يعتبر بالنسبه للديكور وقت كبير. انت بنيت اصفهان على كم متر مربع تقريبا؟ على 12000 متر. احنا بنتكلم تقريبا في 3 فدادين بنا. 3 فدادين بنا واكتر شويه، لان انا باني جزء من مدينه من القريه اللي هو كان عايش فيها، قريه الراي، وباني جزء من سمرقند، وباني جزء من القدس، وباني جزء من الشوارع الفاطميه عندنا هنا في مصر، وباني اصفهان. فاصفهان هي اللي واخده المساحه الكبيره، والشوارع دي متفرعه منها اجزاء عشان تشوف فيها العوالم الثانيه دي. وطبعا بني القلعه كلها داخلي خارجي، يعني حاجات كانت بتتبني داخلي خارجي، بكل الاوض، بكل بالسجن، بال بال بكل باوض خزين الجنود، بمنامات، بكل حاجه في المدينه او في القلعه. كنا بنين السكيل داخلي خارجي، يعني عارف اللي هو طبعا ب ب ب ب ب بغرض ايجابي جدا يخرب عقلك. ربنا يخليك. ايه اللي انت عملته ده؟ الله يخليك. شكرا. طب سؤال، لا والله بكلمك بأمانة شديدة، يعني صدقني أنا بتكلم من قلبي، يعني وانتوا بتختاروا اللوكيشنز، فبطبيعة الحال احنا ما صورناش في أصفهان. ما صورناش في أصفهان. احنا بنينا أصفهان زي ما انت قلت على أكتر من 3 فدان. اخترت المواقع اللي اللي هنصور فيها واللي هيشتغل عليها بيتر ميمي وازاي؟ احنا الفكره كلها، البنى كله كان في مدينه الانتاج الاعلامي، خدنا حته ارض كبيره كده نبني عليها اصفهان. وبالنسبه للقلعه كان في حته اصلا فيها تبه رمل كبيره هناك، خدناها برضو وبنينا عليها القلعه. بالنسبه حتى احنا بنينا حتى في كازاخستان، يعني احنا في كازاخستان اقرب منطقه في الصوره للمنطقه الحقيقيه اللي كان فيها اصفهان، علشان الطبيعه والتضاريس، عشان الطبيعه، لان كازاخستان يعني حتى الناس هناك قريبين جدا. وفي ناس قالت لنا اللي هي اصلها مستلاجيكه، يعني هي موجوده، يعني فيهم اصول منها، يعني هي كانت منطقه قريبه قوي للعوالم اللي احنا عايزين نروحها. احنا حتى هناك بنينا، يعني كنا عندنا كامب بنعمل خيام هناك، وبنينا كره صغيره عشان الناس تعمل فيها حتى في كازاخستان. ده شيء مبهر احمد، تحياتي، اعجابي، انبهاري، ودعواتي ليك بانه ربنا يوفقك، واللهم لا حسد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده بيرفع البنش مارك لحته تانية، يعني احنا اللي جاي من احمد فايز حدوته اعلى، زي اللي احنا متاكدين انه هيبقى جاي من سينرجي والمتحدة هيبقى حدوته تانية، وهكذا. ده توفيق وفضل ربنا والله، بامر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما شاء الله وبرافو وعاش، وانا متاكد بكل يقين ان احنا ان شاء الله هنشوف مسلسل مذهل في رمضان ان شاء الله. كل الشكر ليك يا احمد، الف الف شكر. احمد فايز مهندس ومصمم الديكور والانتاج او المنتج لمسلسل الحشاشين.